من ود مدني ينضم إلينا عبر الهاتف مراسلنا وائل محمد الحسن. أهلا بك وائل، ماذا في آخر التطورات الميدانية وأيضا عن الأوضاع الإنسانية؟ نعم، بالنسبة للأوضاع الإنسانية في ولاية كيلو دارفور الحاضرة في هذه الليلة والتي تجري فيها الآن اشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش، تستخدم فيها كل أنواع الأسلحة، وأيضا سقوط لقذائف الهاون على عدد من المنازل في أحياء المدينة وهروب عدد كبير جدا من الأسر في الأحياء التي تجري فيها هذه الاشتباكات. هذه الولاية شهدت منذ عدة أيام أيضا اشتباكات قبلية عنيفة بين عدة مكونات قبلية في هذه الولاية، تحديدا في محلية قضم، أدت أيضا إلى تشريد عدد من الأسر من هذه المحلية، وأيضا إلى ضغط كبير على المستشفى الصغير الذي يوجد في المحلية، وعدم قدرة الأهالي على نقل الجرحى والمصابين إلى عاصمة الولاية، والتي تشهد اشتباكات عنيفة وأيضا لظهور في الطريق بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي تعتمد على هذه الولاية، أيضا عدم وجود قوات طبية والأدوية المنقذة للحياة إذا كان حتى في مستشفى نيالة أو في المراكز الصحية والمستشفيات في هذه الولاية. الوضع الإنساني العام متأزم، خصوصا وأن هنالك مكونات قبلية دخلت أيضا في ظل هذا الصراع. كان الصراع قد بدأ بين قبائل البني هلبة والسلامات، ولكن أيضا تمدد إلى نزاع جديد واشتباكات بين قبائل جديدة هم الهبانية وأيضا المساليك في هذه الولاية. أما بالنسبة للعاصمة الحصين، تجد الاشتباكات منذ الصباح الباكر، وعملية القصف والقصف المتبادل بين الجيش وقوات الدعم السريع تحديدا في مناطق شرقي الخرطوم وايضا جنوب الخرطوم، حيث في تمركزات ومعسكرات لقوات الدعم السريع، ايضا كان هنالك تحليق للطائرات الحربيه في عدد من احياء العاصمه. اما في مدينه ام جمال والتي تشهد اشتباكات عنيفه منذ اكثر من اسبوع، ما تزال هنالك اشتباكات متفرقه تحديدا في احياء ام جمال القديمه وايضا في محيط سلاح المهندسين. شكرا جزيلا لك مراسلنا وائل محمد الحسن، كنت معنا من ود مدني.